مساء الخير عليكم مشاهدينا الأعزاء. مشاهدينا ايه يا نجلاء؟ مشاهدينا صباح الفل، ايه صباح الفل يا نجلاء؟ الساعة 4 يا ماما. مساء الخير. مساء الخير، ازيكم؟ ايه ده؟ بصي انا اللي هقدم مش انتي يا حبيبتي. تقدمي ليه؟ لا انا عشان انتي بتلخبطي في الكلام. عادي انا ألخبط براحتي. لا لا فايه لا يعني؟ معلش. طب اتفضلي، انت عايزك انت هتقدمي؟ مساء العسل والحلويات. ايه ده، عسل وحلويات؟ احنا اه طبعا. بنهزر؟ اه لا ما ينفعش، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طيب مشاهدينا الكرام، مشاهدينا ايه، من زمن قديم ده، لا قديمة جدا. لا انا اللي هقدم، ماشي يا حبيبتي قدمي. انا قدمي وجهة ليه؟ البرنامج، انا اللي ماشي هقدم طبعا. طيب اشوفك يلا ايوه تقدمي. انا اللي هقدم، انا ماشي باين اتفضلي. اوي ان انا اللي هقدم يعني. طيب اتفضلي. تمام. يا مساء الصحة والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكلام في ملعب. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، فريق البرنامج بيعزي الزميلة روزة على عزاء المرحومة هدية يوسف، وبنعزي الأسرة في السودان بقاء الله يا روزة. الله أعلم. وكمان فريق البرنامج بيهني بنت خالي الأنسة علاء أحمد على خطوبتها، وألف مبروك عقبال الزفير. ألف مبروك، ربنا يتمم على خير يا رب. حضرنا ايه يا روزة النهاردة؟ بص النهاردة احنا هنتكلم عن الحب والمودة. ودايما الحب والمودة هي أساس الأسرة، فهنتكلم عن موضوع الحموات، ازاي الحما بتعامل مرات ابنها. فهنتكلم في مواضيع كثيرة جدا عشان احنا عايزين نبني أسرة سليمة وخالية من أي مشكلة إن شاء الله. تمام. حاولي يكون كلامك كويس حتى لو كانت طريقة حماتك ومعاملتها قاسية ليكي. الكلمة الطيبة حسنة، ومهما كان دي أم. بالضبط كده يا نجلاء، هي الكلمة الطيبة دايما جواز سفر، عارفة؟ أنا مش عارفة بس أنا دايما بقول خلي ماما جوزك مامتك، ودي طبعا تبسيط جوزك. أكيد طبعا، مثلا معاملة ودي أيوة مثلا طيبة. إيه رأيك النهاردة نروح نتغدى عندهم؟ مثلا تعال ناخد الولاد هي ونروح. دايما اللي تبدأ بالكلام، اه تبدأ بالضبط، حبيب. هتخلي بيناتهم حب والكلام ده. حتى مرات الابن، ما تقويش جوزك على اهله وما تخليش يحصل بينهم مشاكل اصلا، ولو حصل اي مشكلة دايما ركزي على الحلول، ما تركزيش على المشاكل خالص. ايوه بالضبط كده، دايما فرقي بين مشاكلك مع جوزك ومشاكلك مع حماتك. مثلا عملتوا مشكله بسيطه انت وجوزك في البيت، وبعد كده تجي حماتك تطلبك، تمام. تقومي انت ايه عفشي عليها مثلا وقافله سكه في وشها، هي ايه لا ده ذنبها ما ست ينفعش المسكينه؟ طبعا. اه طبعا ما ينفعش لازم طبعا. يكون في كلام، طريقة كلام تانية، وهي ايوه برضو مهما كان زي مامتها، ايوه فلازم بالضبط. تعامل بنفس المعاملة. ايوه حضرنا ايه تاني؟ برضو الزوج احيانا بيلعب دور كبير جدا، فيا ريت الزوج ما يخليش المشكلة البسيطة بين مامته ومراته تكبر، يعني دايما يكون الوسيط بينهم. مثلا يقول لي مامتي بص والله جوزي مراتي بتحبك قوي، او يقول لي يحاول دايما مراتي يلطف بينهم ال الاتنين مع بعض. ايوه تمام. ما تنسيش ان والدة جوزك انها صاحبة الفضل عليه الاكبر، ودايما هي ليها الحق عليه في كل حاجة. ولا انت رايك في الموضوع؟ كلامك صح طبعا. دايما يبقى في نقاش ايوه وكده، ايوه ودايما لان ديت مامة جوزك في الاخر يعني وكده. بصي برضو نجلاء خلي بالك، مش عارفة بس انا بقول لمرات الابن ما تستفزيش حماتك ايا بمعنى ايه كان. بقى؟ يعني متستفزهاش ازاي؟ ايا كان اللي هو ما تقولهاش كلام مثلا مش حلو، ايا كان عملت لها ما اي حاجه تردش تاثر عليها، غضبها. تفضل برضو ما تقول هو ينفعش نعم على وحاضر الحما وما ينفعش. ان تقول انها تقول لمرات ابنها دي جايه من اسره مش عارفه ايه فاتحننوا مع بعض. خليها ايه، هي مرات ابنك وفي نفس وام الوقت تبقى حفيداتك برضه يعني. زي بنتك يعني، ايوه زي بنتك عاملينها المعاملة زي تبقى كويسة من الطرفين. بالضبط كده. ودايما حبيبي جوزك في امه واخواته، ما ايوه تقولوش ايوه مامتك عملت، اختك عملت، الكلام ده صح ولا ايه؟ احنا بنشوف الحاجات دي كتير قوي بتحصل الايام دي كتيرة. أيوة بتحصل. بتحصل كتيرة. بص الحاجات دي برضو بترجع نجلاء للأسر دايما، مثلا بتبقى موجودة معاهم من الزمن الأزل. مثلا في ناس أسرتها بتبقى أصلا صعبة والتعامل، دايما وفي ناس بتبقى بجد جميلة جدا. لو شفتي مرات الابن بتقول لا دي أسرتي التانية، أنا مش مصدقة نفسي أصلا يعني. ففي ناس بتعامل مرات ابنها كويسة، وفي ناس بتعامل حمواتها برضو كويسة، مش كل في الناس لا لا وحشة في ناس يعني. كتير بتعمل، بس ده قليل جدا، بالضبط مبقاش كده. موجود اصلا يعني، حاجة قليلة. ودايما يعني حب حماتك لانها في مقام والدتك، وما تقوليش لجوزك عليها دي عملت وعملت والكلام ده وسوت والكلام ده، لان هي ايه، سهرت وتعبت وربت وهي اللي خليته راجل، فدايما خليكي كويسة.
ايوه بصي برضو يعني انت مرات الابن ما بترضيش ان مرات اخوك تعامل مامتك معامله سيئه، فالاسره اللي انت موجوده فيها يا ريت تعامليها معامله. طب استنى انا ايوه هقطعك، معانا اتصال. ماشي اتفضلي. الو، الو، مساء الخير. مساء النور، مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اتفضلي. الحمد لله، انا سيسيليا جوزيف. اهلا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا اعلاميه من دول وسهلا السودان. معانا. ايوه معانا اهلا اهل الاعلاميه السودان. الاستاذه سيسيليا، اتفضلي. يا اتفضلي يا استاذه سيسيليا. بيشرفني جدا ان انا اشارك معاكم الحلقه دي، وانتوا بتتكلموا عن حاجه مهمه جدا، يعني اللي هي الحماه. احنا في السودان او جنوب السودان بنسميها النسيبه. اكيد حضرتك. هي نسيبتي، هي والدة جوز يعني جوزي. هو بيحصل عندكم كده في السودان؟ طبعا بيختلف من حتة لحتة، بس احنا في الأساس يعني أم جوزك دي مام، يعني دي مامتك، أو اكيد بالأمر هي اكيد أمي. طبعا. أنا ايوه يعني اكيد. بنقولها ماما. طب كويس جدا، ده اكيد يعني. برضو يا استاذه سيسيليا لكن العادات والتقاليد بتختلف من مكان لمكان يعني. لمكان، يا طبعا اكيد يا، ونحن عاداتنا وتقاليدنا بيحتم علينا انه انت لازم تحترمي هي مامتك الثانيه اللي هي واجب عليك. بالظبط. يا فانا عن نفسي انا متجوزه وام مثلا لكذا عدد من الاطفال. بسم الله علاقتي ما شاء الله، ربنا جميله يحفظهم جدا لك. مع ماما، هي ماما الثانيه، انا بناديها ماما صراحه، يا سلام. واحنا كويس، شبه اصحاب يعني، اصحاب جدا، وساعات بنتآمر طب دي حاجة على كويسة ابنها. جدا. يا ربنا يحنن قلوبكم لبعض. استاذه سيسيليا يا احنا بجد تمام، مبسوطين جدا على مبسوطين جدا اتصالك. استاذه باتصالك، سيسيليا ونشكرك اعلاميه من جوبا، شكرا جدا. لحضرتك. الله، اتواصلي. نكمل تمام. حلقة. زي ما قلت لك انه دايما مرات الابن ما يعني تقول لي مثلا اخوك عمل، اختك عملت. دي حاجة بقى وحشة جدا، يعني توقعي بيناتهم ما ليه ينفعش توقع بين الاخوات، لان يعني؟ في ناس كتير بتقولي الاخوات قبل الجواز، ايوه بعد برضو الجواز بقى مش عارفه، بيتفرقوا. بس انا بقول خليكي سفيره السلام للاسره اللي انت دخلتي فيها، خلي الاسره كلها تلتف حولك وتحبك، مش هتخسري حاجه. صح، ما تقوليش عملت واختك بالظبط واخوك بالظبط والكلام ده كده. ومامته في نفس الوقت، لان ديت مامته حضرتك، مش واحده جايه من الشارع اكيد يعني. فلازم تبقى المعامله كويسه، ولازم تحبي اخوات جوزك برضه وتحبيهم، واطفالك برضه تعوديهم تحببيهم في اسره جوزك، مش لازم اللي هو الطرف التاني على طول. طبعا هم بيحسوا الحمد لله. انك لا، انه مرات الابن هتاخد ابننا لا لا، مفيش وخلاص. لا بس الكلام ده هي يعني دايما ذكر ان هي هتشيل اسم الاسره. اكيد. عندنا في السودان طبعا بيقولوا انه هتشيل اسم الاسره، يعني عشان هي هتجيب الولاد وهيسموهم على الجد اكيد، ما والكلام لازم ده، تشيل اسم فهي الاسره. بتشيل اسم الاسره. فبرضه احنا نتعامل معاهم بلطف يعني، بس احنا النهارده بنتكلم عن جانبين طبعا، مش بنتكلم عن جانب واحد، الحما مرات الابن. صح، ومش دايما الحماوات كلها صعبه زي ما الناس متخيله كده. انت لو عاملتي حماتك كويس هتعاملك كويس، ودايما خليكي فاكره انها ام، دي ام يا جماعه، فلازم المعامله تبقى كويسه. ايوه انت رايك في الموضوع ده؟ لازم المعامله تبقى كويسه، والمعامله الطيبه دايما موده ورحمه يعني. ايوه، مفيش، في ناس بتقول في حماوات صعبه وكده، بس برضه مفيش الكلام ده يعني. مش صعبه ان انت بتتكلمي، فاكيد هي لازم ترد عليكي برد مش كويس وكده، ايوه لان هي شايفه منك انت معامله مش كويسه، فلازم يبقى في معامله موده بينكم، رحمه في يعني. دخليها في حواراتك، مثلا احنا عايزين لازم نروح. تشاركيها برضه في ايوه كل حاجه. بصي اديها راس الخيط وخليها هتحسي انك انت مهتمه بيها. مثلا احنا رايحين نشتري، ايه رايك يا طنط رايحين نشتري عربيه، مثلا هنجيب لونها كذا، هتقولك لا جيبيها لونها، طبعا الفلوس فلوسها وهتقول الكلام ده. فلازم اديها خيط، راس الخيط، تمام. وهي يا ريس، طب هتحس. نستقبل الاتصال ده. ايوه الو، الو، السلام استاذ احمد عليكم. من السودان. عليكم السلام، اتفضل. مساء الخير عليكم. مساء مساء النور، النور. اتفضل. يا هلا وسهلا. في البداية اسمحوا لي أن أبلغكم تحياتي الأخ الزميل إسلام، والزميلة أجلاء، والصديقة العزيزة رزينة يوسف. اهلا يا هلا بحضرتك، وسهلا الإعلامي أحمد، نورتنا بجد والله على اتصالك. الله يخليك، واسمحوا ربنا لي يخليك. كمان أبعث حالة التعازي لك يا رزينة وللأسرة في السودان على الفقيدة، ونفع الله أن يرحمكم الصبر والسلوان. آمين يا رب. بقول لحضرتك، حابب تشارك في حاجة؟ والله حقيقة البرنامج في منتهى الجمال،
ربنا يخليك. انا اتفرجت قبل كده على حلقتكم مع محمد الفيومي، تمام، يخليك يا رب. كانت يعني هي جميلة بجد وممتعة جدا، وسمعت كل حاجة انا عاوز اسمعها. الأستاذ أحمد، إحنا بنتمنى دايما نقدم محتوى المشاهد يستفيد منه يا رب دايما. بنشكر حضرتك هو ده جدا. اللي عملته، هو ده اللي عملته بالظبط. ربنا يعني أنا سمعت الحلقة بتاعتكم زي ما قلت لك، بتاعتكم اللي كنتوا مستضيفين فيها النجم محمد الفيومي، هي دي الحلقة الوحيدة اللي أنا اتفرجت عليها. ماشي، تمام، وسمعت كل حاجة أنا حابب أسمعها عن بنشكرك جدا على الاتصال. تابعينا على التلفزيون، نكمل حلقتنا، نكمل. أيوة، حضرة ايه تاني؟ في ظاهرة برضو مش عجباني يا نجلة، اللي هي ايه؟ يعني عايزة أتكلم عنها، اللي هي في ستات بتكون عندها ضعف تجاه واحد من أولادها. طبعا بمعنى ان المعاملة تتغير يعني بكل لا، شيء. هي بتفضل تحب واحد اللي عشان هو مثلا بيشبه بابا في تصرفاته، بيشبه بابا في حاجات كتيرة، فتفضل تحبه وتفضله على اخواته التانيين. ماشي، تفضله عشان هو بيشبه ابوه، وبعد كده تعمل له اي حاجة من غير اي تردد. ليه؟ عشان ايه؟ جوزها يحبها وكده. لا يا لا، طب حبيبتي، ممكن يكون من وجهة نظر تانية ان الشخص ده بيسمع كلام مامته اكتر من اخواته لا لا، التانيين، في ناس علشان كده بتعمل هي كده. مفيش ام بتميز واحد عن واحد خالص. بصي، ما هي على تجربة، عشان في يعني ناس هما بتقول انه كلهم مثلا محبة واحدة كل اكيد محبة دي يعني. ابنها اللي بيشبه بابا هو لا، هو ممكن هيحبها. علشان هي ايه، بيسمع كلامها في حاجات او كده، فهي والله دايما اتمنى تحس كده، ان هي عشان ما فيش تحب ام، تقول له هو، ما ايوه تقولش ما فيش ام للتاني، ما تفرق تسمعش بين الكلام ولادها، عشان ده كلهم اكيد واحد طبعا. طبعا. ايوه، كلهم واحد. فبتمنى ذلك ان شاء الله. دايما اخوات جوزك لازم تزوريهم، ولازم تعلمي اولادك ان هم في صلة الرحم، وتمشيهم على ان هم يزوروا اهلهم طبعا على طول، ويكون في بينهم مودة ورحمة. انت رأيك في الموضوع ده؟ طبعا. ايوه طبعا. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى انه هي الزيارات دايما حاجة مهمة، يعني انه احنا حتى عندنا في تجنب، عندها مثلا كيفية تراضي حماتك، انه تزوريها، قدمي هدايا، الحاجات دي. هدايا بسيطة، وفي ناس اصلا بتبدأ بأقل حاجة، بس لازم برضو المعاملة الحسنة، لازم تبقى المعاملة كويسة ايوه جدا. بالظبط كده. وبرضو مرات الكلمة برضو للحما، ان في حموات بتقول ايه، لا دي مرات ابني، عملت مرات ابني كده، الكلام ده. هي برضو زي بنتك، في ناس بتقول لا انا جوز بنتي، وهو وعايزة يعمل ويسوي كده، دايما وما تقبلش على ابنها ايه، تجنبي الشكاوي دايما. دايما ما تجنبي تقبلش برضو شكاوي. على ابنها. فاحنا عايزين نحسن العلاقة بين الطرفين، من الجهتين. ايوه، يعني مراته مثلا، مراتها الابن ممكن تشتكي لصاحبتها، لصحابها في الشغل، يعني ما تجيش تقول لي جوزها مثلا مامتك عملت ومامتك عملت. وطبعا ما ينفعش اللي هي تطلع وما سم البيت تقوليش بره، الكلام ده لمامتك برضو، لا، يعني وما ينفعش فهيحصل اصلا مشكلة تطلع بين سم بيتها العائلتين، بره خلي البيت. بالك. يعني ما ينفعش تقول الكلام اللي بيحصل بينها وبين حماتها، او بيحصل اصلا في البيت نفسه، وتطلع تنقل الكلام بره او تقوله، ما ينفعش. دي حاجة وحشة خالص، ما ينفعش تنقلي سم بيتك بره. ايه تاني المحاضرة لا، احنا مش عارفة، بس عندي رسائل قبل. عندي لنا رسائل. رسائل جاية طبعا، اتفضلي. ماشي. طيب، وصلتنا رسالة من صديقة البرنامج إيناس محمد سليمان من السودان، مقيمة في المملكة العربية السعودية، بتقول برنامج كلام في ملعبنا برنامج جميل وشيق جدا، تحياتي لفريق عمل البرنامج، الأستاذة نجلاء والأستاذ إسلام والأستاذة روزينا، كونوا بخير طبعا. دائما، تسلمي لنا يا حبيبتي. نشكرك جدا طبعا. كملي بقى فقرتنا، اللي قولي لنا بقى ايه المحاضرات يعني. هنتكلم برضو يا نجلة عن مثلا ازاي مثلا تصاحبي اقرب واحدة لحماتك، اللي هي مثلا اخت بنتها اللي يعني بتحبها تشوفي قوي، هي بتحب ايه وتحبيها او تعمليه. تحبيها وتحطيها في الجيب ده وتكوني ايه ده؟ قريبة منها. الشغل الحمام. ايوه، هي هتعمل ايه بقى؟ ماشي. كل ما كانت تروح وتتكلم عن الكلام حلو، اكيد حماتك هتحبك قوي. يعني لازم تحب العيلة كلها طبعا. لا اكيد، بس احنا بنقول انتي عشان في تقصدي حموات. ان ايوه، صاحبة الحما تصاحي نفسها. الحما مثلا عندها بنت بتحبها قوي، صاحب اللي هي اللي بتحبها ليه، عشان هي. طب بس برضه لازم ايوه ما تفرقش بين دي ودي. ماشي
مش هو لازم يبقى فيه. ما احنا عايزين نعمل يعني عايزين شخص يكون هو وسيلة صلح. اه تكسب يعني ايوه حمد. تكسب حماتها بطريقة شخص هي بتحبها قوي. المعاملة أيوة. المهم أيوة. حاجة في الموضوع ده كله يعني أيوة. هي المعاملة. ايوه لازم بالضبط. المعاملة تبقى كويسة. طول ما معاملتك كويسة هتعرفي تعيشي وهتبقي كويسة طبعا معاهم وهيحبوكي اكيد مش هيتكلموا عليكي وهيبقى في مودة بينكم. أيوة. كمان. برضو قبل ما نكمل وصلتنا رسالة من صديق رسائل كتير بقى. أيوة عندنا رسائل كتير يا رجلها نعمل إيه. وصلتنا رسالة من صديقة البرنامج بتقول من علي من طنطا أنا معجبة ببرنامجكم قوي دائما بكون حريصة جدا كل أربعة أكون أول المشاهدين كل الحب من علي. ربنا يخليك يا مين ربنا يخليك. لا عندنا تاني بس قولي. طيب انا من وجهه نظري دلوقتي لازم الزوج برضو يعامل زوجته كويس. ايوه صح لانه طبعا جايبها من بيت ناس ودايما ما يجيش على مامته علشان خاطر مراته وما يجيش على مراته علشان خاطر ايه برضو مامته يعني لازم يرضي الطرفين. أيوة. ولازم يخلي بينهم ايه العلاقه كويسه يعني مثلا ما يحصلش مشكله بينهم الموضوع بقى يكبر كلمه من زي لا هو لازم يهدي لازم انت دورك في الموضوع ان انت لازم تهدي الدنيا لازم تحببهم في بعض. ايوه ايوه برضو مثلا يعني في ناس بتعلق صوتها في البيت يعني والاطفال بيكونوا موجودين بعد كده الاطفال بيطلعوا مش كويسين ويمكن مش هيحترم مامته عشان بابا بيعمل كده قدامه في البيت قدامهم. أيوة. لو هم بيتخانقوا مع بعض او مش في مشكله ادخلوا في ده. مشكله خشوا ادخلوا الاثنين الغرفه ويتكلموا حلوا مشاكلكم يعني ما ينفعش قدام الولاد عشان هم بعد كده هيتربوا نفس التربيه وبكره هيعمل مع مراته بنفس الاسلوب يعني. تمام ولازم برضو يكون في ايه تعلم برضو اطفالها ما دي عمته دي خالته الكلام ده. أيوة. في نفس الوقت حب الاسره كلها حب الاسره كلها. أيوة. تنزل روحي عند جدك روحي. أيوة. ما اعرفش عند جدتك هي صله الارحام مذكوره في الاديان طبعا طبعا. أيوة. بس في ناس ما فيش الايام دي خالص ما بتعرفش انا رايحه مع صحابي وساحر معاهم لا لازم يبقى في رحمه وزياره والكلام ده والمعامله كويسه ولازم نعلم اولادنا طبعا يكونوا كويسين ونعلمهم صله الرحم والموده. اسر كتير بتسعى تعمل الحاجات دي مثلا يعني اي حد بيكون مشغول في مشاكله بس بيجي يوم معين الجمعه ان كان اول حد بيتجمعوا كلهم في حته واحده بعد كده بيكون في موده بيناتهم بيكونوا عارفين بعض كلهم يعني. فيا ريت الناس تتربى على الاصول الكويسه طبعا لو تربوا على كده حتى هم يقدروا يكونوا بعد كده في المستقبل اسره كريمه واسره كويسه والمعامله الحسنه طبعا. فلازم عندك رساله كمان. ايضا وصلتنا رساله من صديق البرنامج يوحنا دينغ دينغ من جنوب السودان مقيم في نيروبي. بيقول يا نجران غيران على فكره بيقول يا نجران انت موصلاني انت منوراني جدا طبعا بيقول يا نجلان انت منورانا جدا استاذه نجلان منورانا جدا وبيقول كمان تحياتي للاستاذ اسلام بصي بتاعي انا استاذه روزينا يوسف الجاك انت مشرفانا ومنورانا ورافعه راسنا في جمهوريه مصر العربيه بجد. شكرا اخي يوحنا دينغ. تمام ايه تاني اللي بتحبي توجهيه للحما ومرات الابن؟ وبرضه مرات الابن يعني هي لازم لما هي تعامل حماتها كويس. ليه؟ لان انت اكيد ما هتحبيش ان مرات اخوكي تعامل مامتك معامله مش كويسه. ايوه ايوه يعني اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على غيرك. طبعا صح؟ طبعا ايوه ايوه عندنا طبعا نجلاء برضه. وانتوا عندكم بيحصل لا مشاكل في كل الدنيا طبعا. المشاكل دي بتحصل في كل الدنيا بس ايه اللي بيمشي عندكم؟ ايه اللي كويس بقى والمعامله وهما بيقولوا ماما وكده هو المفروض ان يبقى في ماما بس في ناس تيجي تقول لك لا انا ما ينفعش اقول لي هي طنط هي مش مامتي طنط طب ليه هي مامته يعني هي مامتك يعني مفيش فرق لا احنا عندنا طنط. في السودان ماما ماما يعني في السودان مثلا في الجنوب احنا بنقول بتقولوا ماما بنقول ماما يعني المشاكل بتحصل برضو كده في مشاكل بتحصل طلاقات بس في اسر كويسه جدا دايما احنا بالعكس الحموات بيكونوا حلوين جدا عندنا. طيب اثرت معانا اتصال ابراهيم الو الو اتفضل اتصال اتقطع
ماشي. فزي ما بقولك انه يعني في عندنا عكس، الحموات بيكونوا حلوين جدا، المشاكل دايما بتحصل مع اخوات بتحصل مع الزوج. اخواتي ليه بقى؟ اللي هما بيبقوا بنات ولا هما بيبقوا بنات طبعا، الولاد ما عندهمش اللي بيبقوا مشكلة قاعدين في البيت ولا متجوزين بره؟ ايا كان. متجوزين مش متجوزين بيحصل مشاكل؟ طب ايا ليه كان بقى؟ كالمعتاد، هي هتاخد اخونا مش هيصرف علينا بعد طب ده كده. مش كويس. طب ما هي برضه في يوم من الايام هتتجوز، لو هي مش متجوزة هتفضل ان كل اهل جوزك ايوه يقولوا ايوه نفس ايوه الكلام ايوه اللي انت بتقوليه؟ اكيد لا. اكيد لا طبعا. يعني ده اللي بيحصل، بس الحموات عندنا يعني تلت ارباعهم كويسين جدا، مفيش واحده بتعمل مشكله مع مرات ابنها، بل هي بتشيلها في عيونها. يعني دي تجربه انا ده شفتها كويس. وفي ناس مثلا. كتير هنا جدا ايوه طبعا في مصر بالشكل ده. طبعا. ففي ناس كتير، احنا عندنا برضو الحلو ما عندنا الوحش، مش انا انتوا بقول بس لك اللي اهو، عندكم. انا طبعا. بقول لك اهو ان المشكله عندنا الاخوات، دايما هم سبب المشاكل عندنا يعني. الاخوات. ما دايما طب وازاي ان احنا نحل المشكلة دي بقى؟ مش عارفه ازاي، بس يا ريت ما يتدخلوش في لا، مشاكل، كل ما واحد يتدخلوش. يصفي النية ايوه من لا جوه ما ويتعامل. يتدخلوش في ما يتدخلوش في حاجات ايوه غيرهم ما اصلا او تخربوش مشاكل. بيت حد، ده بيت حلال حرام، وبعد كده في اطفال هيتشردوا، هيعملوا ايه مثلا. المشكلة في الأطفال بقى ايوه بتطبع الطبع ده طبعا. ايوه ايوه بعد كده هيطلعوا نفسيين. معانا اتصال. إبراهيم، ألو، اتصال اتقطع. برضه معرفش في ايه مش الاتصال، ناوي يتكلم معانا النهارده يا رهيبه محدش دي. عايز يتكلم على شكله. وايه كمان؟ ايه رايك، هتكوني حماه صعبه ولا كويسه؟ لا طبعا. مفيش حماوات صعبة يا جماعة. انتي هتبقى حماة صعبة؟ بصي انا المشكله بترجع للاسره، انا لو لقيت مامتي صعبه وهتعامل اكيد مرات طبعا. ابنها وحشه البنت انا بتطبع على هتطبع طبع عليها. مامتها. ايوه بس يعني انا ليا اخواتي مثلا متجوزين، مامتي بتتعامل معاهم حلو جدا، ويعني حتى البنت بتقول انا حاسه نفسي انه انا اختكم مش مرات اخوكي، بجد والله. طب ده كويس جدا، في ناس كتير كده. فيعني انت بتقومي على طبع اسرتك، اذا كانت اسرتك او في بتاع محمد بتعامل مرات ابنها على اساس ان هي بنتها، واحده من البيت، ايوه من ايوه الاسره، مش اللي ايوه هي في مرات الحاجه دي ابنها والكلام ده. ايوه في الحاجه دي ده بتبقى شيء على جميل التربيه. جدا. ايوه بتبقى على التربيه، يعني طبعا. من انت قمتي بتطبقي على التربيه بتاعت اسرتك وبرضه مهما كان ما ينفعش مرات الابن تتعدى على الحما، ايا كان ما ين... الظروف. ايا كان الظروف، مهما يحصل لازم تبقي كويسه. ما ينفعش تقولي كلمه كده او هو تقلبي عليهم والكلام ده، وتقولي لجوزك عملت والكلام ده. مفيش الكلام ده. هو برضو يا نجلاء، ايا كان الظروف احتراما اتصال. الكبير. معانا اتصال. ماشي فاهم. يا رب ما يقطعش تاني. الو. الو، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام، السلام. اتفضلي. انا متشكره من البرنامج بتاعك قوي، انك تتكلمي على الحمى. بس حبيبتي ربنا يخليك، يخليك. وانت كمان عايزه، وانا معجبه بيك ومعجبه بكلامك. ربنا يخليك يا حبيبتي، تسلمي. اتفضلي، في اي حاجه عايزه تقوليها؟ لا انا ما بقولش حاجه، انا متشكره منك، لان الحنه بتبقى شويه الحنه بتبقى مظلومه شويه. اكيد طبعا، احنا حاسين بيكو. تمام، شكرا للاتصال. ايه بصي، احنا مش هنجامل، احنا عايزين نحل المشكله بيننا. فعلا اكتر الحماوات بتبقى مظلومه، بتطلع تقول حماتي عملت وحماتي وحماتي، وهي اصلا في البيت كويسه وطيبه معاها، مفيش اي مش عارفه معامله. بجد والله، انا عن نفسي عن واللي الطرفين، بيعمل عشان كده في اللي هو ايه، نقل الكلام بره البيت، وان انت عشان تطلعي في تقولي لدي وتقولي لدي وتصاحبي دي وتقولي ما ينفعش يا جماعه السر يطلع بره البيت، وما ينفعش تفضلي تقولي حماتي صعبه، حماتي ما اعرفش ايه ما بتعمل، وهي ينفعش. بالعكس ممكن تبقى بصي كويسه يا اصلا، نوجا، بس وما انت مش ينفعش برضو الحما تقول لمرات ابنها هي جايه من اسره كذا. بصي بين اكيد. الاثنين طبعا. طبعا ما ينفعش ان ايوه هي تقول جايه منين، هي انا جايه برضو معاكي هي انه بنت احترام ناس. الحما واجب، وانا عن نفسي بشوف احترام الكبير، اي كان حماتي، اختها، يعني عمتي، خالتي اكبر مني، طبعا احترام الكبير واجب، يعني ده حاجه معروفه انه احترام الكبير واجب. طبعا. ما هو لازم ايه، تعاملها برضو كأن اي هي كان بنتها وموجودة في البيت، احنا من الطرفين برضو، مش بنقول ان الحما مرات الابن. معانا سلوى. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. السلام. معلش، السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اسلم عليك حضرتك بس والله. تسلميلي، اتفضلي. اتفضلي. وعايز اشكر حضرتك والله. ربنا يخليك، نورتينا جدا. والله انتي ذوق بصراحة محترم. نورتينا في برنامج الكلام في ملعبنا، ميرسي جدا لحضرتك. ربنا يخليك حبيبتي، مع الف سلامة. ألف سلامة، نشكرك على الاتصال، شكرا. حابة تقولي ايه قبل ما نختم فقرتنا النهارده؟ حابة اقول الاحترام والحب. الاحترام ومفيش حما صعبة.
الاحترام أهم حاجة. طبعا الاحترام أمهات الابن والحب لازم هم تبقى اساس كويسة. اساس كل علاقه، يعني الاحترام والحب، يعني الناس تحترم بعض، الناس تحب بعض، اكيد كل الامور هتكون كويسه باذن الله ان شاء الله. خلاص بقى نختم حلقتنا كده، مفيش اي مشكله ولا في اي حاجه. ماشي يا مشاهدينا الاعزاء، كده يكون وصلنا الى ختام فقرتنا الاولى. فاصل قصير وراجعين لكم تاني، استنونا.